بص يا اخواتي، انا كنت جعان فقلت اعمل كده حاجه على السريع كده. تمام، انا دلوقتي هنا البصل اهوت والفلفل الالوان، وهنا السجق والجبنه المشكله والطماطم. تمام، فتعالوا معانا شويه نعمل ايه. هنقلبها شويه وبعد كده ننزل الفلفل. هنقلبها تاني برضه وهننزل بالسجق، هنشوحه مع البصل والفلفل. وهننزل بالثوم المهروس. لا يا اخواتي، الثوم مهروس. لا يا اخواتي،